السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم معنا برنامج جديد كما كتعرفوا، يعني من بعد مده هذه ما بديت ندير حتى شي فيديو على القناه، اليوم قررت انني نبدا برنامج جديد على ود القناه، واللي هو اللي يشمل المستوى ديال الحرفيين بالمدينه ديال وزان. كنتمنى انه يكون ينال الاعجاب ديالكم، واليوم غادي نبداو مع اول حرفي اللي صراحة هذه مدة وهو في هذه الحرفة، هذه اللي هي الحرفة ديال الخراطة. غادي نخليكم مع بعض لقطات من الفيديو وغادي ندوزو باش نتعرفوا عليه ونتعرفوا على الحرفة اللي كيقوم بها. السلام عليكم، اسمي محمد الزهار، صانع تقليدي، كنمارس الفن الخراطة، وكنمارس هذه المهنة تقريبا هذه نقول لك 26 حتى 28 سنة، كلها دازت في فن الخراطة. وملي كنقولوا الانواع ديال المنتوجات اللي كنصايب كل ما يتعلق بفن الخراطة. على سبيل المثال نهضروا حنا على غير التسابيح، الغيطة، النعورة، الطريبو، أنا قلت لك المسائل كاملة اللي كتتعلق بالخيرات اللي كتدوز في الخيرات. وكيفاش كنشوف الصناعة في المدينة؟ أنا نشوف غير من ناحية ديال الدراري اللي واش مازال كيتعلموا الصناعة، كاينة شي حاجة ديال الدراري كيتعلموا، ولكن شنو نقول لك، أنا بالنسبة لي ما داكشي قليل، ومع الاسف الصناعه غاديه في الانتظار، حيت كاينه شي حاجه كتخدم اللي باقا كتخدم، وكاينه عاوتاني شي مسائل مع الاسف كنقولوا غيمشي الجيل الاول رحمه الله مشى، والجيل ديالنا اللي باقي راه غادي يمشي، يعني الا 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 ما كانش الخلف وما كانش هذا الشيء راه غادي ينتصر مع الاسف. كنهضر في بعض المنتوجات اللي كتصيب، انا كاين منتوجات اخرى كاينه شويه عليها الاقبال. واش نقول لك بالنسبه للمهنه الصناعه ولا المنتوج، بقى غير البركه. الصناعة ديالنا كتعلق بكل ما هو براني، نقولوها بهذه الكلمة، يعني إلا جا البراني ودخل الوزان راه ما يمكنش، إلا دخل الوزان راه إلا دخل، أنا متأكد إلا دخل الوزان راه غياخد جلابة الوزانية، غيدخل الزيت غياخد الزيت الوزاني، غياخد التسابيح الوزاني، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد، الحاجة اللي كان الحمد لله الله أن التسابيح ولا الجلابة راه ولا منتوج مشهور في العالم كامل. المنتوجات المجاليه اللي عندنا حنا وزان الحمد لله غاني 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 بزاف. وشنو كيما قلت لك، ولا هكا ويلا راه بدينا راه فهاد الساعه راه واقفه، راه المنتوج راه الله يحسن العوان، راه الصناعيه كنهضروا من راسنا، راه في هذه اللحظه مدينه خاويه. راه شنو اليوم السبت، انا ارمي عينك في مدينه قديمه، مدينه خاويه، ما يؤسف لها، هادشي كيحزنا في قلبنا وكيحرقنا، ولكن حنا راه شادين بيدنا وسناننا، ولكن حتى فوقتاش. باش كنقول لك حنا الخوف ولا اي، دابا اي واحد هضرتي معاك اي كتخدم وكتصور ديك البركه اللي غادي تاكل اللي غادي تخدم اللي غادي ولكن في هذه اللحظه هذا. وكنتمنى رانا كنسمع لنا شي حويجات يكون فيها الخير على مدينه على مدينه وزان، ان مشاريع داخله مشاريع سياحيه، وهذا الشيء فرحنا شويه، وكنتمنى ديك الشيء يخرج للوجود وعن قريب. حنا الصناعي راك تقول له 3 شهور ولا عام ولا عامين ولا 3 سنين، راه باش غادي ناكل؟ راك كتقول لي الا خدمت نهار الا صورت اليوم واحد البركه غدا راه ما غنصورهاش. ما كنظنش اخي، انا كما قلت لك قبيله، الا تحركت السياحه في المدينه وتحرك الرواج راه عندها مستقبل، ما تحركتش راه الغالب الله، راه حنا دابا راه ولينا كنعليو يدان، راه الغالب الله، راه داك الشيء انا نعطيك غير البركه. وانا انا دابا الا قلت لي واش نعلم ولدك تعلم الصناعه، انا ما نقدرش،
ترى انا راه وليت كنخ اذا لا قدر الله غير شي حاجه ولا هذا راه كتبقى كما كيقول هذاك الله كريم عبد. ورساله للناس اللي كيبغيو يشوفوا هذا الفيديو نقولوا في المغرب ولا في العالم كامل، انا كنقول وزن كنفتخر ديما حنا الحمد لله كحنا كنقولوا حنا صابرين في هذه المدينه وهذا، والناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو نتمنوا يجيو للمدينه توزن، راه مدينه جميله جدا 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 اللي عاجي انا متاكد اي واحد جا للمدينه راه غادي تعجبو، وفي نفس الوقت راه ملي غادي تعجبو راه غادي 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 يمشي عند الصانع التقليدي، غادي يجي عندي، غادي نستافد انا وغادي نستافد. وبالنسبه للاخوان اللي كيمارسوا المهنه هذا كنوجه لهم واحد الرساله، ان يصبروا ويشدوا فيها بيدهم وسنانهم، يصبروا وانا متيقن عندي واحد الامل ان ان شاء الله مدينه وزان غادي تزيد القدام وغادي تولي ان شاء الله مدينه سياحيه ومدينه فيها اقبال كل ما هو جميل. باش ما تفوتنيش هاد المناسبه كنشكر واحد الشاب زعما انا هاد الشيء اللي كيفرحني انا بالنسبه للمدينه، يعني كتجبر شاب وباقي الحمد لله عاد حياته يمكن له يشتغل، هو كيجي كيتفكر اول حاجه تفكر الصانع التقليدي وتفكر مدينه. الحمد لله ملي كنشوف في اليوتيوب او كنشوف هذا كنشوفوا ديك الشيء رائع كيروج لواحد السياح واحد اش نقولوا فكره ولا المدينه رائعه، وهو الشاب الخالوق صهيب العبودي. كنشكره انا من هذا المنبر وشكرا جزيلا لله وشكرا اللي شاف هذا الفيديو، ونتمنى ما نكونش الضيف يكون ثقيل عليكم. وهذا الفن ديال الخيرات الحمد لله كنحس بها راه فن وكنحس بها حاجه شي حاجه ممتازه، والسلام عليكم، شكرا جزيلا.